تشهد الساحة الإعلامية في دول الخليج صراعاً مع ما بات يسمى بالصحافة الصفراء، والتي تنشر من مواقع مشبوهة خارج الحدود أخباراً يقول محللون إنها تحمل رسائل سياسية هدامة تضر بمصالح الدول. وهذا ما يتوافق مع سياسة بعض مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر، التي فرضت مؤخراً ضوابط تحظر نشر إعلانات سياسية موجهة إلى دول بعينها. أعتقد أنه اللي عملته تويتر، وأعتقد أنه هو تم بالتعاون مع الدول، أنه حجمت وصار في من السهولة أنك تعرف إذا الخبر جاي من صفحات صفراء، من 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 شبكة، من صفحات على الإنترنت مفبركة. إذا الصفحة هاي مشبوهة أو الاي بي ادرس هذا مشبوه، بإمكانها أنها تلغي الخبر أوتوماتيكيا، بس لازم يكون هناك بلاغ عن الخبر من الدولة اللي متضررة من هذا الخبر. مسألة استهداف مواقع استراتيجية في الإمارات من قبل الحوثيين يدرجها مسؤولون هنا ضمن الأخبار المفبركة التي تسعى إلى إثارة القلاقل لا أكثر، الأمر الذي يتطلب من وسائل الإعلام التحقق من مصادر بعض المواقع الإلكترونية التي فقدت مصداقيتها وفق تعبير البعض. شيء مضحك أنت تشوف موقع حوثي حاط لك صاروخ وقال لك هذا تم استهدافه، يوم تشوف الصاروخ هو صاروخ عبارة عن خزان وقود للمكوك، يعني مضحك جدا وعبط واستغباء للعقول يعني. ولكن المؤسف ليس في الموقع الحوثي، المؤسف أن تجد قناة أو قنوات لها وزنها تندفع خلف هذه الأخبار المغلوطة. وتسعى أبو ظبي بحسب مسؤوليها إلى محاربة الأخبار المفبركة عبر زيادة الشفافية أمام الرأي العام وجعل مصداقية الخبر على رأس أولوياتها. حرب الأخبار المفبركة والرسائل السياسية الموجهة اتخذت من وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة مطية للوصول إلى أكبر عدد من المتابعين، ما استدعى من دول كثيرة الضغط على إدارات تلك الوسائل بغية وضع معايير صارمة تضبط آليات عملها. لكن هناك من يثير تساؤلات في هذا الأمر عن مصير حرية الرأي.